التمسك بالسنة أمان من الضلال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تغير الشيخ ربيع حفظه الله؟ هذه مؤلفات الشيخ ربيع بين أيدينا، وهي كثيرة وقد جمعت، مجموع الكتب والرسائل والفتاوى، اقرؤوها وبينوا لنا أين تغير الشيخ ربيع في هذا كله. الشيخ ربيع كان إماما في زمن الأئمة، وشهدوا له بالعلم والفضل والإمامة في السنة، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال: إمام في السنة. إذا كنتم تزعمون أنه تغير فأثبتوا للناس، هاتوا الأدلة على تغيره، لكن والله إنه الهوى. لماذا؟ لأن الشيخ لما ينصحهم برفق ويتلطف بهم ويطلب منهم أن يتراجعوا عن أخطائهم، يقلبون ظهر المجل للشيخ ربيع ويطعنون فيه. ولهذا تجد أن أهل البدع اتفقت كلمتهم على الطعن في الشيخ ربيع، لأنه من أكثر العلماء الذين بيّنوا، بل هو أولهم الذين بيّنوا ضلال هؤلاء وانحراف هؤلاء. وكلنا يعرف أن الشيخ ربيع من قبل 40 سنة أو 50 سنة وهو يحذر من الإخوان المسلمين، وها هو العالم كله الآن يدرك ذلك، وأن الشيخ ربيع عصاه في هذا هو وإخوانه ومشايخه في ذلك الزمن قبل عشرات السنوات. فلم يتغير الشيخ ربيع، ونسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره على الطاعة وأن يختم له بالحسنى. وكما يقال: أي دعوة لا بد أن تقيم عليها البينات، أما مجرد دعاوى ومجرد كلام مرسل تطلقه هنا وهنا فهذا حتى العجائز يستطيعن أن يفعلن ذلك.